هاي، كيفكم؟ رجعت لكم عشان احكي لكم عن مجموعه كتب ستايل معين انا كثير كثير بحبه بنجذب له. كل مره بشوف مجموعه كتب او كتاب بدور ناحيه هذا النوع من الكتب دائما بشتريه. الكتب هاي بيكون فيها جزء شويه ميستري، رومانس، بارانورمال، بيكون فيها كثير عده كاركترز ممكن او انواع مختلفه من البارانورمال سبيشيز، مثلا زي مثلا بيكون عندنا الجوبلينز or fae, or demons, or angels, or seers, whatever it is. فهذا النوع is one of my favorite books ever. أحب أرجع أحكي لكم عنه. هاي هي الكتب اللي هحكي لكم عنها اللي اخترتها لهاي المجموعة. So hopefully you will enjoy them. Some of them are my favorites. وفي منهم كمسي كمسة. So let's see. رح أحاول إنه كل الكتب اللي حكيت لكم عنهم هذا النوع يكونوا tagged عند الفيديوز عشان you can go and check them out، تشوفوا الفيديوهات التانية عن هاي الكتب إذا في إشي sparked your interest. So let's begin. In Italy, I do a little dance. It's called the mambo, mambo gelato. رح أخذكم اليوم على إيطاليا. Okay. So first of all, صوتي ممكن يكون شوي مبحوح لاني شوي مرشحة، بس كتير اشتقت لكم برجع بعد احكي لكم عن كتب بحبها كتير. Alright, starting off with Kingdom of the Wicked. هذا الجزء الثاني، Kingdom of the Cursed. Okay, لسه ما بلشت فيه. So let's start talking about Kingdom of the Wicked. أول إشي ممكن تكونوا بتعرفوا السيريز The Other Series by this author. One second. هي كاتب اسمها كيري مانسكالكو، وهدول لقيتهم بالأردن آخر مرة نزلت شريت. ف this one is Capturing the Devil and this one is Escaping from Houdini. لسه ما جبت الكتب بالأول فما بلشتش فيهم، بس I love the covers. So هلا بما اني يعني kind of عرفت شو الستايل تبع كيري، بقدر اصنفها انها بتحب الاشياء شوي بارانورمال. الستايل تبعها بتعطيك مثلا شويه كويك سلو 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 كويك سلو 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 سلو. She's doing the tango. Right. So نبلش ب Kingdom of the Cursed. Okay. Kingdom معناها مملكة، Cursed يعني ملعونين، فهي مملكة الملعونين. القصة بتحكي عن عائلة عايشة بسيسيلي، صقلية بإيطاليا. القصة موقعها بالقرن التاسع عشر. أول ما بلشت أقرأ القصة الفايب تبعها ذكرني في كتير كتاب تاني كنت بقرأه، راح أحكي لكم عنه the next video. فبداية القصة حسيت في عناصر مشتركة صايرة كتير بين كتير كتب اللي هي هذيك السيريز راح أحكي لكم عنها اللي اسمها Winter Song. بعدين في العنصر التاني من كارافال اللي برضو حكيت لكم عنه. اوكي، سو ايش الفايب اللي بيشبهوا بعض؟ فايب مثلا واحدة اخت بتكون كتير مسؤولة واخت كتير متهورة. الاخت المتهورة يا اما بتموت او بتوقع بمشكلة او whatever it is، بتيجي هاي الاخت المسؤولة وبتنقذها. بيكون في ماجيك، في حدا شرير بيحاول يعني يفرق بين الاختين او يأذي واحدة من الاختين or whatever it is. فهذا نحكي زي الثيم تبع هاي الكتب. تصنيفي يعني او تقييمي ل Kingdom of the Cursed او The Wicked I'm sorry بداية كان كتير حلو. اوكي، على فكرة Cursed هي الجزء الثاني، ال Wicked هو الجزء الاول. Wicked يعني الناس الشريرين او ال you know someone who is evil. اوكي، so كان تقييمي لوسط، I think 3 stars. Why؟ لاني حسيت انه الكاتب كتير عم بتلف وبتدور بدل ما تعطينا تنقلنا على الاكشن عشان نتطور في السيريز. انا I don't like that. بحب افضل الكاتب يعطينا وينتقل على اشي تماما مختلف بالجزء الثاني. That's how I felt. Okay, so let's نبلش. بيكون في عنا النونا ماريا. النونا ماريا بتكون جدة البنتين. بيكون في عنا توأم، واحدة اسمها إيميليا وواحدة اسمها فيتوريا. اوكي، ايميليا بتكون البنت الجود جيرل، فيتوريا بتكون النوتي جيرل. اوكي، بتكونوا البنتين عارفين ان هم من عائلات ساحرات، بتكون جدتهم ساحره، العائله كلها في عندها سحر. بس في ايطاليا في ناس المتدينين
ممنوع يحكوا البنات انهم من عائلة ساحرة، خاصة انه هلا بالقصة بتتطور بيصير في جرائم قتل. المهم، فجدة بتقوم تعمل لهم طقس كل عيد ميلاد لإلهم او كل فترة. هذا الطقس بيكون اشي اسمه الاملت، اللي بتلينها الاملت هي زي القلادة، بتكون الاملت الكورنتشيلو تبعتهم شكلها بيكون زي القرن. اوكي، بس بعدين في القصة بيطلع اشي تاني، بس let's start here. فبتكون جدتهم تحكي لهم هاي الاملت تبعتكم، هاي القلادة الكورنتشيلو، ممنوع منع بات يلتقوا مع بعض، يعني ممنوع تشلحوها وتلبسوها لبعض، او تنتهي يلبسوا نفس القلادة بنفس الوقت، ممنوع يشلحوها عن رقبتهم. والطقس اللي بضلها تعملهم اياه طقس حماية. ليه؟ لانه هي جدا مقتنعة انه حفيداتها جزء من اسطورة كتير قديمة، بتحكي عن مخلوقات اسمهم، مش عارفة نسيت ربي شو اسمهم، هم زي princes of hell. princes of hell يعني امراء الجحيم، اللي هم يعني شياطين. اوكي، الشياطين هدول هم بيكونوا عندهم، لنحكي بالدين المسيحي، السبع مبيقات بالنسبة لهم اللي بتخلي اي حدا يفوت الجحيم. كل واحد من هدول الامراء بتنادى بالمبيقة اللي هو لإله، السن يعني الفاحشة الكبيرة تبعته. طبعا احنا المبيقات عندنا في الاسلام مختلفة. اوكي، فبيكون في عنا wrath. wrath معناها الغضب. اوكي، بعدين بيكون في عنا greed الطمع، بعدين envy الحسد، lust الشهوة، gluttony الشراهة، وsloth الكسل. اوكي، هذول هم امراء الجحيم. فجدتهم تحكي لهم انه اذا بيشلحوا هاي العقود بلفتوا نظرهم لإلهم، لانه في اسطوره كثير قديمه بتحكي انه في بنتين توأمتين رح يكون عندهم هدول الكورنتشيلو، ورح يخلوا نهايه العالم تصير اذا امراء الجحيم لقوهم مسكوهم خلوهم عروساتهم زوجاتهم، واحده يعني واحده منهم تتزوج واحد من هدول الامراء. إميليا بتكون مقتنعة بكلام ستها، وأبداً ما بتفكر حتى لا تجمعه أو تشلح الموضوع. فيتوريا بيكون يجذبها الموضوع، يعني بدل ما تخوفها جدتها، القصة بتكون كتير كتير خيالها، وبدها يعني بدها تعيش الأكشن، بدها يصير معها هذا الاشي. She craves it. بتحب الداركنس، بتحب الجزء المظلم من السحر. Okay؟ So what happens is هم تقريبا عمرهم 6، فيتوريا بتضلها تقنع إميليا انهم يجمعوا الكورنتشيلو تبعتهم، بس بدها تشوف شو بده يصير. ف when it happens، في هذيك اللحظة يعني ما بيلحقوا يعملوا لهم هيك، they split them quickly، لأنه على السريع التنتين بصير عندهم قوة خارقة. إميليا بصير تقدر تسمع أصوات غريبة، ودائما بتحذرها إنه في شخص رح يجي لهم، رح يوصل لعندهم. فيتوريا ما بتقبل تحكي شو بصير معها. إميليا كتير بتكون متعلقة بفيتوريا، ويعني زي ما بتخبي عنها إشي، بس فيتوريا بيكون عندها عالمها الخاص وعندها أفكارها الخاصة اللي ما إلها دخل بأسطورة عيلتها، وما بتكون تحب تفكر إنه هي زي إميليا زي باكج ديل، يعني هم مش مع بعض طول الوقت in her mind، حتى لو هم توأم، حتى لو هم خوات، حتى لو كل هاي الأشياء. فاللي بيصير إنه لما يكبروا البنتين بيبدأ يصير جرائم قتل. عالم السحرة بيعرف انه هدول النسوان اللي عم بنقتلوا او البنات كلهم من عائلات سحر. الناس ما بيعرفوا اللي هدول البنات بنقتلوا، بس الناس العائلات السحر بيعرفوا هذا الاشي. بيكونوا إميليا وفيتوريا اهلهم عندهم مطعم، كثير هذا الوصف حبيته، وصفات الاكل والاشياء، لان الاكل الايطالي كثير زاكي، يعني الباستايات والستوسز and stuff like that. فالجو تبع القصة كيف اقدر اوصفه؟ انسى البارانورمال والكيلينج يعني all that، كثير جو warm، الفاميلي تبعتهم دافية وحلوة. اوكي، سو اللي بيصير انه في يوم من الايام البنت الثالثة اللي بتنقتل بتكون اختها هي لإميليا فيتوريا، وإميليا بطير عائلها من الغضب ومن الحزن ومن الصدمة، مش قادرة تصدق انه اختها صار فيها هيك. بس صدمتها بتصير اكتر لما تكتشف انه اختها مش بريئة زي ما هي كانت تتخيل، وان اختها اكشلي كانت بتمارس طقوس سحر اسود، مع انه عيلتها ما منعبات ممنوع يعمل هذا الاشي. بتكون عندها زي ميموار تبعها، مش ميموار ام سوري، الجريموار تبعها اللي بتكتب فيه اشياءها السحرية، بيكون معمول عليه
زي تعويذة انه ممنوع حدا يفتحها الا بطقس معين، وهي ما بتكون تعرف هذا النوع من السحر. فاميليا بتروح تعمل اشي جدها منعتها من لعبات في حياتها كلها تعمله، بتروح بتستدعي واحد من هدول الامراء. بيطلع لها مين؟ راث. راث اللي هو الامير الغضب او الحنق او whatever you want to say. هلا القصة رح تصير جزئيا انها بتدور مين اللي قتل فيتوريا، وجزء تاني العلاقة بينها وبين راث، وجزء تالت انه يكتشفوا مين هذا المجرم وليه بده يقتل هدول النسوان، وهل قصة او الصورة اللي ستها كانت ضلها تحكي لهم اياها من هم صغار حقيقية ولا لا. اذا حكيت اكثر من هيك رح اخرب القصة. ف that's it, this is it. So if you like this kind of book, you're gonna love العالم هذا. I think أحلى إشي في هذا الكتب الأوديوبوكس. الأوديوبوكس كتير صوته حلو، الحلو اللي عم تروي القصة، طريقة القصة كتير حلوة، فيها music and all that. So that's it. إذا قرأتهم احكوا لي شو رأيكم. Jumping to book 2.